دكتور محمد ناظر دكتور جلدية عظيم جدا ودكتور تجميل، يعني على رأيه لما كان بيقول في على قناته على اليوتيوب انت ممكن تعملي بروتين مرة في السنة لمجرد بس ان انت تحسي ان نفسيتك احسن. يعني ضرورة بتبيح محظورة، عارفين الضرورة اللي بتبيح محظورة؟ كتير من البنات اصحاب الشعر الكيرلي او المجعد او اللي هو فيه ويف او كسرة بتكون بتتعرض لكتير قوي من الانتقادات، يا بنت روحي اغسلي شعرك، يا بنت روحي سرحي شعرك، يا بنت مش عارف حاجات غريبه كده واراء غريبه، خصوصا من المجتمعات بتاعتنا لا ما بتحبش يا منكوشه الكلام اللي انتوا حاسين بيه ده. وانا نفسي برضو حسيت بيه فتره من فترات، وغلطت غلطه من الغلطات الشائعه جدا ان انا عملت بروتين كتير جدا لشعري، وعملته في اماكن بجد كانت قويه جدا، اقول على اسمها ولا ما اقولش على اسمها، اماكن فعلا يعني يقال عنها انها محترمه وغاليه في السعر، بس للاسف ما كانتش التجربه كويسه وشعري وقع وحصل لي فروات في شعري، وشعري صغر يعني حجمه صغر، لا ده 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 دي ده ده ستايل حجمه بقى قد السيستمه كده، حاجه بسيطه جدا، وكنت نفسيا مش كويسه خالص، وفروه راسي اتاكلت يعني اللي هو اتاكلت فعلا، حصل فيها تاكل، كنت ساعات كتير احط يعني منديل، لو جبت منديل كده لو جبت منديل كده وتشو كده حطيته على راسي ابص الاقي كله اعزكم الله يعني ده من كتر الالتهابات اللي حصلت في فروه راسي، وكتير اتغبيت قوي، وعملت بروتين وبعدين البروتين اقوم عامله بعدي صبغه واجي بعد كده البروتين اعمل صبغه وبعدين بروتين، وصاحب المكان مثلا او كوافير اللي هو يعني فاكر نفسه احسن واحد في مصر يقول لي لا طب اعملي اللون وبعدين اعملي البروتين، فاقوم عامله اللون اللي هو اللون الاصفراوي ده القش، يعني انا كنت بحب اللون الاصفر اللي هو اللون اللي هو كان طالع موضه كده التلجي ده، الخصل التلجي، يعني اكتشفت فيما بعد ان انا شكلي احلى في، قولوا لي في الكومنتات انا شكلي احلى في الاسود والبني، وعملت فيديو الحنه قبل كده قدامكم. اعملي البتاع ده، اعملي الصبغه الاول وبعدين اعملي بروتين، اعمل الصبغه وبعدين اعمل بروتين، ابص الاقي لما اكون عامله لون تلجي كده حلو كده زي لون مفرش يعني بيج كده اصفر في بيج كده حلو في حلاوه كده جميل، ابص الاقي بعد ما اعمل البروتين ابص الاقي اشربوا ميه كتير الاول، استنوا افكركم اشربوا ميه، فاصل اشربوا ميه، والاعلان ده غير مدفوع، اعلان ببلاش، هقول لكم البروتين اللي كويس معايا، انتوا عارفين اكيد من العنوان يعني. كتير جدا حصل يجي اللون يبقى اورنج زي النيش اللي ورايا كده، بيقرنش بجد يعني بتبقى اصفر بعد كده يبقى اورنج، يبقى كانه مولع كده، تحس ان في راسك مولعه حاجه غريبه. فحصل ان انا يعني كنت بغير اللون بعدها بقى، فبهلك شعري بهلك شعري بهلك فروه راسي، كان بيقع كان بيبقى مسحلل كده، تحس ان ان ان, إن راسي ملزوق فيها الشعر، يعني عارفين يعني التجربه مع البروتين ما كانتش كويسه بصراحه، ما بتبقيش عارفه ايه البروتين الكويس ليكي او هم حاطين ايه اصلا في العلبه اللي بيعملوا بيها دي على الشعر، مش عارفه ايه البروتين ايه الصبغه اللي استخدمتها. فانا هقول لكم عن تجربتي مع البروتين ده، انا كنت جايباه من سيتي ستارز، هاتيه من يعني هو موجود عندها في الشركه بس يعني انا كنت جايباه من سيتي ستارز للشركه على طول للمصدر على طول، مش بنكسب فيه حاجه، للمصدر بتاع الشركه على طول للمخزن مش بنكسب فيه حاجه خالص، شيء انفيرو بس هو مطلوب في حاجات كده يا جماعه والله بجد بنجيبها في الشركه لمجرد ان هي عليها الطلب او هي الاصح، ما بيبقاش فيها مكسب جنيه مش مهم، بس المهم ان انت يعني دي خدمه، دي حاجه كويسه انك انت بتبقي مرتاحه في الحاجه تمام. في حاجات كتيره، في انواع كتيره، بس انا لحد دلوقتي اللي استخدمته ما وقعليش شعري بالدرجه الكبيره اللي هو الشعر بيقع في كل مكان. اي بروتين بيتقل الشعرايا وبيطبع بيتقل الشعرايا، خلينا متفقين اي بروتين هيوقع، بس على راي دكتور محمد الناظر، دكتور محمد ناظر دكتور جلديه عظيم جدا ودكتور تجميل، يعني على رايه لما كان بيقول في على قناته على اليوتيوب انت ممكن تعملي بروتين مره في السنه لمجرد بس ان انت تحسي ان نفسيتك احسن، يعني ضروره، عارفين الضروره اللي بتبيح محظوره، محظوره صغيره هالضروره هتبيح محظوره، فاحنا هنبيح المحظوره ديت وهنعملها حاجه محظوره اللي هي بروتين. واللي يقولك بقى لازم حمامات كريم ولازم شامبوهات ومش عارف ايه، شامبو شيء انفيرو كويس، في حاجات كتيره كويسه، سلفيت فري، ما تقعيش تحت كلمه سلفيت فري دي، لا سلفيت فري ده لازم انا اصلا اجيب شامبو ينضف فروه راسي لو نظيفه مش متراكم عليها دهون ولا زيوت انا كده تمام، شعري مش هيقع،
داخليا، تغذية داخلية. ممكن تاخدي فيتامينز زي برايرون، كنت شغالة في شركة باير بتاعت البرايرون، ده كان بيجيلي من السعودية كده ببلاش يعني، الله يسامحني بقى أنا سبت الشركة دي بس مش مشكلة يعني. يعني بصراحة كانت، كان برايرون ده كانش بيقع شعري خالص وما كانش بيزودني في الوزن، كان يعني هو اصلا معمول في السعودية يعني، الاول ما تعمله لونش تعمله في السعودية، فكانوا بيلعبوا على فكرة ان هو زيت جنين القمح والحاجات دي، خلاصة جنين القمح وكده، فيتامينز كويسة للشعر من غير ما تزود الوزن. كتير من الفيتامينز بتزود وزن وتزود الشهية وتخليكي على اخرك يعني، بس ما كانش بيزود وزن خالص، بالعكس ده كان وزني ساعتها 60 تقريبا وانا بستخدمه بجد والله 60 او 64 ما كانش بيقع شعري خالص، وكان هولد بيهولد الشعرايه، هو ده اللي انقذني شويه. ممكن تستخدمي فيتامينز كتيره وتشربي ميه كتير، اشربي ميه كتير واستخدمي فيتامينز كتير. شين فيرو بروتين اخفهم شويه في الضرر يعني، مثلا لو البروتين العادي بيوقع الشعر 100 شعرايه في اليوم، شين فيرو هيوقع الشعر 120 150 شعر، مش 300 شعر اقلهم في الضرر. وطبيعي عايز اقول لكم المدرب اللي كان بيدرب ناس عليه كان بيشربه كده، لا هو ده معناه انه طبيعي، فانا هعمل كده؟ لا انا مش هعمل كده، انا مش دعوه انا احطه على شعري كده ابلع، لا ده انا ببلع الاكل بالعافيه مش معنى كده ان احنا نشربه يعني. فشي انفيرو تقييمي ليه 8 من 10. ليه مش 10 من 10؟ لحد ما يعملوا حاجه ما توقعش الشعر خالص، خلينا على امل ان يجي لك حاجه. طبعا سعره مش بسيط، سعره في حدود ال 1800 2000 مش عارفه افتكر قوي. تقدري تستخدميه طريقتين، وانا الطريقه الثانيه برشحها لكم اكتر، اللي انت استخدميه هير ماسك، ان انت هاتي فرشه كويسه زي فرشه بيبي ليس اللي هي الدواره اللي هي دي اهي اهي تمام، وهاتي ده خلاص، او هاتي بروتين كويس، اعملي البروتين ده زي حمام الكريم كده، حطيه هير ماسك على شعرك، سيبيه شويه مثلا نص ساعه ولا حاجه خلاص، وبعد كده اشطفي شعرك كويس جدا 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 جدا، ما تسيبيش تنتوفه من البروتين على شعرك، واعملي بالسشوار هتلاقي شعرك كده واخد دموكته فك شويه، هيفرق معاك، هيبقى حاجه جميله. الطريقه الثانيه بقى ممكن تستخدميه بالبيبي ليس اهو، او انا برشح لك برده بيبي ليس اللي هي بي ليس، ان هي درجه حراره اعلى درجه حراره فيها 235 كفايه، هو المفروض البروتين يتعامل على درجه 550 انا عارف، بس كفايه درجه الحراره البسيطه دي مش هتديك الفرد اللي هو المسحل الكامل ده. انا كنت عامله في الفيديو اللي فات شعري بالفرشه الدواره، كنت عاملاه مرتين ورا بعض كده، فمديني الفرد اللي انا حباه، واللي هو مدي لمعه في الشعر، مش شعرتك مطفيه كده وبايظه من بعضها، فانا مبسوطه بيه يعني. قولوا لي في الكومنتات رايكم ايه، في لمعه حلوه في شعري، انا مش هحط حاجه على شعري غير بتاع ده سيرم بسيط كده لحمايه الشعر من الحراره من انتاج الشركه عندنا، هكلمكم عنه فيما بعد عشان ما اطولش عليكم الفيديو يعني تمام. فده ممكن تحطيه على شعرك، تغسلي شعرك يعني، في ناس بتعمل بالطريقتين، بتسيبه على الشعر وتمشي المكوى، وفي ناس بتغسل الشعر بسيط كده تشطفه بسيطه وتقوم مشويه برده البيبي ليس. طبعا انا عامله بالسشوار الاول وبعد كده بالبيبي ليس، ودرجه الحراره خليها كفايه قوي 230 او 235 كفايه قوي، اكتر من كده انت كده بتدمري شعرك وبتوقعيه يعني خلينا نعمل المحظوره، او خلينا نعمل الحاجه المحظوره بشكل حلال شويه، الحرام بشكل حلال شويه يعني، بالراحه كده على نفسك، حاولي بالراحه اعملي الحاجه اللي انت خايفه منها او اللي انت مضطره انك تعمليها بشكل ديسنت شويه على شعرك. فانا الطريقه الثانيه انا بحبها اكتر وممكن اجربها معاكم، لان دي اصلا يعني دي استخدمتها اصلا، انا كنت جايبها قبل فرح بيوم بجد، قبل فرح بيوم، وعملتها قبل شهر العسل كده بفتره، وقعت شعري شويه حاجه بسيطه بس مش قوي، عملت القصه بس كده وبعد كده بتروح بسرعه على فكره، احلى حاجه فيه انه ما مش بيفضل في الشعر، مش بيلزق في الشعر، عملت يعني كان فارد شعري كده بس، ممكن لو غسلت شعرك مرتين ثلاثه، انا كنت عاملاها كتكبيسه بسيطه، فادى اداني التمويجه الحلوه وضيع الهيشان شويه اللي موجود في الشعر، وفي نفس الوقت ايه عايزه يعني عايزه يطلع من شعرك بيطلع. غسلته كام مره كده بشامبو قوي خلاص طلع وشعري رجع زي ما هو، اللي هو الكيرلي اللي انتوا بتقولوا لي ان هو حلو تمام، واللي انا كتير بحبه، كتير بعمل كيرلي وكتير بعمل بيبي ليس يعني. فخلي عندك كذا اوبشن كده لشعرك على قد ما تقدري يعني، بي ليس انت مع شعرك خليكي جميله كده بس. فهو واستخدمت منه حاجه بسيطه جدا، وهو يعني بخلاصه البيرل والسلك كومبلكس، يعني بيرل ده اللي هو اللؤلؤ، والسلك اللي هو الحرير، بروتين الحرير وبروتين اللؤلؤ. ما اعرفش ازاي جابوا بروتين اللؤلؤ، جابوا باللؤلؤ وطحنوه، ما اعرفش يعني، انا ما اعرفش في النقطه ديت كويس قوي، بس هو بيعمل سموزنج تريتمنت ريزيست يعني فيرجنز ريزيستنت هير تريتمنت، يعني هو يعتبر تريتمنت. احسن حاجه فيه ان هو بارابن فري،
تمام. بارابين فري، بارابين دي المادة العازلة بتاعت الشعر اللي هي زي شمعية شوية كده، هي دي اللي بتوقف الشعر عن النمو او بتقصفه او بتمنعه ان هو يتولى. حتى ما تلاحظي كده شعرك ما بيطولش ليه بعد ما عملتي بروتين؟ ليه شعرك ما بيطولش؟ علشان في شمعة على شعرك من الاخر ومن اخره كده. في انواع بروتين كويسه كتير، هل ده احسنهم؟ عادي، لا في انواع كتير، بس انا بكلمك النهارده عن تجربتي. وارد جدا الشهر جاي لاني مجربه حاجه تانية من الشركه او من اي مكان تاني. على فكره انا مش كل حاجه بجربها من الشركه، هو تقريبا كل حاجات تقريبا في الشركه عندنا بنجربها، بس بجربها معاكم. بس انا برضو بحب اجرب حاجات كتيره، تمام، ولو لقيتها كويسه بنضمها للمكتب بتاعنا او للمخزن بتاعنا وبنشتريها وبنجيبها للناس، بنوفرها للناس، فدي حاجه كويسه جدا. عايزه تحافظي على شعرك بالبروتين، فروه راسك تبقى نظيفه، تغذيتك الداخليه، تشربي ميه كتير. انا حتى كوبايتين ميه معايا اهو، عشان مش حاجه ظريفه ان اشرب من الازازه دايركت قدامكم كده، مع اني بحب كده بس مش مشكله. كنا بناخد، كنت بشتغل في شركه تجميل، كنا بناخد محاضره كده عن الهير كير، ففي كلمه انا فاكراها كويس جدا اسمها ووتر يور هير، يعني اسقي شعرك. هل ده معناه ان انت تحطي بخ شعرك؟ لا، اشربي ميه كتير، اشربي ميه بشكل كويس علشان شعرك وعشان بشرتك، على قد ما تقدري حافظي على نسبه الميه في جسمك، وما تشربيش ميه كتير قوي، يعني على قد ما تقدري خليكي تشربي ميه بشكل كويس. فده حلو، هاتوه هيعجبكم. شعرك، فروه راسك تبقى نظيفه، غير فروه راسك ان هي تبقى نظيفه. انت شخصيا ما تحطيش حاجه على فروه راسك، زيوت او كريمات. عايز تعملي حمام كريم يبقى على طرف الشعر، عايزه تعملي بلسم يبقى على طرف الشعر، اي حاجه مهم تكون مناسبه معاكي. تعرفي منين ان هي مناسبه معاكي؟ اديني عظيم الشرف ان انا ارشح لك الموضوع ده، وان انا اجيب لك، يعني تكلميني على الواتس هرشح لك الانسب ليكي للعنايه بشعرك، هرشح لك انسب حاجه ليكي طبقا للايف ستايل حياتك، طبقا لنوع شعرك، طبقا لنوع بشرتك. انت بنت محجبه، ما ينفعش اديكي نفس الحاجه بتستخدمها البنت مش محجبه، اللي بتتحرك كتير، اللي شعرها بيعرق، اللي بتنزل البحر، اللي بتنزل البسين. انت بنوته محجبه كده صاينه نفسك، تمام، شعرك مقفول اصلا على التوب. طب بنت محجبه بس قاعده في البيت ما بتخرجش، دي بالنسبه لي بنت مش محجبه. يعني هو تقريبا الشعر كده متعرض للهواء على طول. فبغض النظر عن الحجاب او اللايف ستايل او كده، ربنا يهدينا جميعا للصح، بس انت استخدمي الحاجه المناسبه ليكي. بتتواصلي على اللينك اللي موجود في الوصف، هتلاقيني حطالك لينك الانستجرام، اعملي لي فولو هناك، لينك الواتساب ابعتي لي ونتواصل مع بعض، بتحجزي معايا ميعاد بقول لك ايه الاحسن وايه الصح لشعرك وايه الصح لبشرتك، حتى الميك اب بنتكلم عنه وايه الحاجات اللي انا جربتها في الميك اب عجبتني. بس كده اعملي لايك لو عجبك المحتوى، وعايزه تدعميني ككلمه شكر كده. انا على فكره والله انا كل ما اشوف فيديو على يوتيوب لازم بعمله لايك، حتى على اي منصه ثانيه بعمل لايك، لان الشخص اللي صور لي المحتوى ده استفدت بيه، هو تعب بجد. تصوير الكونتنت مش حاجه سهله، الاضاءه، اللبس، الحاجات دي كلها ما بتبقاش حاجه سهله ان انت بتعمليها. فاديله لايك، اعملي له دعم للمحتوى، سبسكرايب عشان يوصلك الجديد والترندات الجديده، هنجرب كل الترندات. شوفي قوائم التشغيل هتلاقي حاجات كتيره قوي عن الميك اب وعن التجميل، محتوى التجميل مش بيخلص ومش هيخلص. وعلى رأي اللي قال 10 منتجات بس في التجميل دي معناها نقطه في بحر، يعني حاجات كتيره قوي في التجميل حتى توك الشعر. فهنتكلم الفيديوهات الجايه عن حاجات كتيره، وحب اسمع رايكم في الكومنتات، واللي جرب المنتج ده يقول لي، واللي جرب حاجه برده ما وقعتش شعره او كانت كويسه شويه اخف شويه يقول لي. ده اعلان غير مدفوع الاجر. اعلان ببلاش، بس كانت دي تجربتي، حبيت ان انا اشاركها معاكم. اشوفكم على خير الحلقه الجايه، سلام.